يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا وبرا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم. قال لي يا ابني الصوت شوية، قال لي الصوت شوية، لازم السما، قال لي الصوت شوية، قال لي الصوت شوية، على حسابي يا عم، على حسابي يا عيش ابو هنا، على حسابي، حاسب في الاخر، ربنا يفيد عليك كمان وكمان يا استاذ. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت أنى يكون
البشر. ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك صدق الله العظيم. فحملت
فتحه فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء صدق الله العظيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله العظيم. عليك يا محمد اشرح حالك فنادى فناداها من تحتها
تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. صلى الله القبول، صلى الله القبول لنا ولكم. يا مدي بس. حاضر. سعيكم مشكور. ربنا يبارك. يجاملكم في الأفراح إن شاء الله. أكبر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي للرحمن صوما فلا
لن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوم لا تحمله. فأتت به قوم لا تحمله. فأتت به قوم لا تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أخت هارون. الله براءة براءة. يا أخت هارون، يا أخت هارون، ما كان أبوك صدق الله العظيم. بس صار شيء شوي. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء أمك بغيا. بعدين لك بقى ماشي يا استاذ ان شاء الله. الله يفتح عليك. ميلاد يا ابو الشيخ ابو ناصر. ميلاد يا مولانا. حاضر حاضر حاضر. الراس نسيت. قال اني عبد الله.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صدق الله العظيم. وعليك حبيبي سبحانه. والله انا بحبك بالله العظيم، حبكم الله الذي احببتنا فيه. الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك، اسمهم على وجوهي. الله يصلح حالك. والله يا حبيبي الغالي، سواء دلوقتي في لندن. أيوة الله يصلح حالك، الله يصلح حد وحالك. لما تخلص فضيلتك هنقعد معاك كده، واذا سمحت رقم حضرتك. ناس عدوكم، ناس عدوكم، ناس عدوكم حبيبي. فأشارت إليه صدق الله العظيم. تمام.
صوت ده على فكره يعني القران وقرأ القران يا مولانا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت صدق الله العظيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. والسلام علي يوم ولدت ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن صدق الله.